الربوبية، وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى، وناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه. قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. جاء إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحجة أعلى من الحجة الأولى، ولم يناظره في المسألة الأولى، فقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. لماذا لم يقل النمرود لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أنا الذي أخرجت الشمس من المشرق، فاجعل الله سبحانه وتعالى يخرجها من المغرب؟ لا يستطيع أن يقول هذا الكلام، لأنه يعلم أنه قبل أن يخلق كانت الشمس تخرج من المشرق. ولو قال هذا لشهدت